قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه تم التوصل إلى المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر والإعلان عنها خلال أسابيع قليلة. وأضاف جورجيفا أن الدعم المرتقب إلى مصر سيكون كبيراً، لافتة إلى السعي لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم. وأضافت مديرة صندوق النقد أن المفاوضات مع مصر تتعلق بسعر صرف مرن وليس تعويماً، مؤكدة أن مصر نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملف الدعم اتسمت بتوجيه اهتماماً أكبر للفئات الأكثر احتياجاً. ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين لمنطقة أوابك أن صادرات الدول العربية مجتمعة من الغاز المسال خلال عام 2023 بلغت نحو 112.4 مليون طن مقابل 114.3 مليون طن خلال عام 2022. وأكد التقرير أن الدول العربية استطاعت الاستحواذ على حصة سوقية عالمية بلغت نحو 27.4%. انخفض الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 10.5% في ديسمبر الماضي وسط تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية. ووفقا لبيانات رسمية فإن النشاط الصناعي واصل بذلك تراجعه لثامن شهر على التوالي، ومع ذلك فإن وتيرة التراجع هي الأقل منذ يوليو الماضي. في المقابل ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 4.4% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع إذ عززت بيانات التضخم الأمريكية توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، كما دعمت زيادة أسعار النفط أيضا هذه المكاسب. وارتفع المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة 0.5%، كما زاد المؤشر القطري بنسبة 0.8%. يعتزم بنك التنمية الياباني استثمار أكثر من 150 مليار ين، أي ما يوازي مليار دولار على مدى عامين اعتبارا من السنة المالية 2024، لدعم سلاسل توريد الرقائق الإلكترونية. وذكرت صحيفة نيكاي بيزنس ديلي اليابانية أن البنك سيستثمر أيضا في بطاريات التخزين ومنتجات أخرى. ويشهد الاستثمار في صناعة الرقائق تنافسا عالميا بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والخلافات حول تايوان. We'll be right back.